السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. احنا في عندنا في الفلاحين يقولك لما تيجي الواحد يعني يبقى حالته ما يقوس من يقول له تعفر، فيعني بقى من يأسه مش يتعفر، لا ده بيجيب حد ايه يعفره، يعني يجيب تراب ويعفره يحطه على راسه يعني. ففي ناس كده يعني ما تبقاش عارفة يعني تعفر نفسها بنفسها، فبتجيب ناس تعفر عليها يعني تساعدها في الايه، ان هم في العفرة والوكسة. ده اللي حصل طبعا في تنسيقية شباب الأحزاب، أنا مش عارف إيه الموضوع ده، يعني هو حاجة كده اللي هم شباب الأحزاب، شباب خد بالك عشان أنتم عارفين إن السيسي بيدعم الشباب، أو اللي هم طلعوا عليهم ولاد السيسي يعني. عملوا احتفالية طبعا هي الأولى من نوعها، وكان في الاحتفالية دي تسلموا أحد أعضائهم درع، ودرع مميز، وقالوا إن ده أول درع يتسلم من التنسيقية لهذا الشخص، وهذا الشخص يستحق عن جدارة هذا الدرع. الشخص ده بقى طلع مين بقى؟ الشخص ده طلع عمرو عفيفي، عمرو درويش المدعو او المهنة عمرو عفيفي. فاكرين طبعا عمرو عفيفي اللي طلع في مؤتمر المناخ وطلع رد على سناء عبد الفتاح وقال لها انت جاي بتقولي ايه وانت بتعمل الفيلم الشغل ده اللي جوهم تاني يوم اللي طردوه طبعا من المؤتمر عشان كان داخل يبلطج، مفكر نفسه بقى ايه، واخد بالك، في حماية امن الدولة، مفكر نفسه قاعد على قهوة بلدي وداخل فاتح صدره والامن وراه، الامن خدوه من قفاه رموه بره. فاكرين طبعا الواقعة الشهيرة دي، واكيد طبعا فاكرين تاني يوم الوقفة التضامنية اللي اتعملت معاه اللي كانت فيها دي بقى اللي كانت عفرة بقى ساعتها، يعني دي اللي كانت وكسة وعفرة يعني. بص على شاشة التلفزيون كانت خيبة بالويبة، واتفضحوا فضيحة المطاهر، وحتى البنت لما طلعت قالت مين عمرو عفيفي اللي هو عمرو درويش، طبعا كلنا هو خد الترند بقى عمرو عفيفي في الوقت ده يعني هو معروف. المشكلة الازمة دي خلصت يعني خلاص بقى احنا نسيناها، انا نفسي نسيتها يعني، الموضوع عدى وخلاص ما حدش بقى يتكلم فيه. يقوم يا شيخ السمير العليم تيجي تنسيقيه الاحزاب تيجي تطلع امبارح تعمل له احتفاليه وتدي له درع. درع ايه بقى ده؟ اسمه المفروض درع الوكسه، درع الخيبه، درع العفره. انتوا يا جماعه انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا مدركين انتوا بتعملوا ايه؟ طب ما خلاص ما احنا نسينا، لازم تطلعوا مسرح تاني. عارف انت لما واحد يجي يوجب معاك ويقوم يلبسك، بالظبط هو ده اللي حصل. فيعني احنا بنشكر طبعا تنسيقية شباب الاحزاب على الفقرة الكوميدية اللي هم قدموها لنا، ونشكر الاستاذ عمرو بيه عفيفي طبعا على المجهود الرائع اللي عمله في قمة المناخ، ونبارك له بالدرع الجديد، درع الوكسة والخيمة. سلام، ونشوفكم في فيديو جديد.